دكتور غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. هل هذه الخطوة من وزارة الخارجية التايوانية هي الخطوة المنطقية التالية لزيارة نانسي بيلوسي لتايوان وتأييدها وحديثها عن الديمقراطية النابضة في تايوان ضد الاستبداد الصيني؟ طبعا لا نستطيع أن ننكر أن زيارة رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي هي التي عملت على تأهب وتصاعد وتوتر الأوضاع ما بين الصين وتايوان، وخاصة أن الأوضاع بالفعل كانت متأهبة وكانت على أهبة الاستعداد، فهي يعني قامت بدور إشعال الفتيل رغم أنها تحدثت أن تايوان لها دور ديمقراطي، ولا نستطيع أن ننكر دور تايوان، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بسيادة تايوان، فالأمر فيه تداخل، ودائما الدور الأمريكي يعني لسه يعني لم تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية وما قامت به دور الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أوكرانيا، وثم عادت وقالت أنا لا أدخل في حرب مسلحة. نفس الوقت نفس التصريحات ونفس الخبراء السياسيين يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست على استعداد الدخول في أي حرب مسلحة، ولكن الذي حدث أن يعني زاد التصعيد والتوتر بين تايوان والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. هل في رأي حضرتك مناشدة الخارجية التايوانية للمجتمع الدولي يمكن أن تعيد تكرار المأساة بتاعة الاتحاد الأوروبي واجتماعه والإدانة والعقوبات، وأمريكا من تحت الترابيزة تمد تايوان بأسلحة، وفي النهاية يكون اللي قالته ماري لوبان النهاردة، قالت أن العقوبات على روسيا أضرت أوروبا أكتر ما أضرت روسيا وفشلت تماما فيما أرادته؟ فإيه اللي هتسفر عنه الأيام القادمة في العلاقة ما بين تايوان والصين؟ نعم نعم، نحن ننخرط في حرب يعني ما بين الدول العظمى وحرب البقاء للأقوى ما بين الدول الكبرى، فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تسيطر على المشهد وما زالت هي الدولة العظمى وفي عالم أحد القطبية إلى الآن، فهي تحافظ دائما أو تحاول دائما على المحافظة على هذا الوضع، أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى المهيمنة، خاصة بعد الصعود الصيني المشهود سياسيا واقتصاديا وعسكريا وفي جميع المجالات. أيوة. وطبعا الصعود الروسي في المجال العسكري وغيره، فالولايات المتحدة الأمريكية بتنخرط ما بين الدول التي هي في الأساس على علاقة متوترة مع الدول الكبرى مثل الصين ومثل روسيا، فهي أيوة. بتقوم بدور الداعم وبدور التعاون مع تايوان كما فعلت من قبل مع أوكرانيا، وعندما تندلع الحرب بالفعل وينخرط البلدين تتخلى وتقول أنا لا أدخل في حروب تسليح، وتنخرط هذه الدول ويعني ويظل بقى النزيف الدموي للاقتصاد وللتسليح ما بين الدول، وتظل هي الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشهد الأكبر. فأعتقد أن المشهد يتكرر مرة أخرى في تايوان والصين، وطبعا العالم لا يحتمل أزمات أخرى، خاصة نحن نواجه أكبر أزمات منذ عدة عقود، أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، فأعتقد الأيام القادمة سوف تشهد أكثر سوءا خاصة في الملف الاقتصادي والملف الغذائي وملف الطاقة. طب اسمحي لي أسأل حضرتك عن هؤلاء التايوانيين وهم في الأصل صينيون ويفكرون بشكل جيد، يعني هل لم يتعلموا من درس الكويت ودرس أوكرانيا ودرس أفغانستان وكل الدروس اللي أمريكا حاولت تساند بعض الشعوب يعني من أجل الديمقراطية، وبعد كده الشعوب دي نفسها هي اللي بتعاني تقتل وتهزم وتشرد وتجوع؟ نعم، واستشهدت بذلك وزير الخارجية الصين في حديثها للعالم، يعني استشهدت بذلك عندما ساندت الولايات المتحدة الأمريكية عدة دول من ضمنها أوكرانيا من ضمنها هونغ كونغ من ضمنها عدة دول، كل ما ساندته الولايات المتحدة الأمريكية أدى في النهاية إلى دمار هذه الدول. أعتقد أن الشعب أو جزيرة تايوان بالأخص يعني أعتقد أنها ترى جميع ما يحدث من أحداث عالمية متأهبة متوترة، وأكيد لديها الخبرة ولديها المعرفة، فلا نعلم أين الأزرع الخفية التي بتدفع الحكومات أن تقع في هذه الوقيعة التي بتعمل على انهيار الشعوب وأن تنغمس وتتوتر الأمور إلى أن يتم التصعيد للتسليح. ف
فيعني هذه لعبة شيطانية ولعبة الدول العظمى ولعبة الدول الكبرى، ولكن في النهاية دي كلها لها تأثير على العالم بأكمله. حتى الدول الاتحاد الأوروبي لم يسلم من هذه المخططات، وأوكرانيا يعني وما حدث لها من انهيار اقتصادي أو ما تشهده يوميا من أزمات طاحنة، والقادم جزيرة تايوان، والصين سوف تنخرط أيضا في هذه الحروب. يعني أعتقد هذا ما تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية لتظل هي مسيطرة على المشهد العالمي والمشهد الدولي. شكرا جزيلا دكتور غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية.